مين راح تشجعوا كاس اسيا؟ الله يعطيكم الصحة والعافية. شكر للهلال الأحمر. هني لما شفتون عم بقولوا مشجع عمر سومة، ترى في كثير منهم أطفال سوريين يتامى. شو اسم الكشخة هذا؟ شو يسمونه؟ لبس هذا شو يسمونه؟ ذهب؟ لا مش جزائري. لبس جزائري؟ أوه لبس جزائري ما شاء الله. سجن عينك اختاريت رد قلبي. ايش تقول له؟ أحبك. She says she loves me. I love you too. شدوا حالكم نبي البطولة. الدوري والكاس ولا بس الدوري؟ ايه طماعك الدوري والكاس. الدوري والكاس في نفس الوقت. كعنصر نسائي وموجودة كأمين عام في اللجنة لفورمولا اي، كيف شايفة مشاركة المرأة في السباق اللي تتزامن مع قيادة المرأة في السعودية؟ والله الحمد لله احنا تعودنا على شيء الحمد لله هنا في المملكة العربية السعودية، ان من نبدأ الشيء ننطلق فيه ونمشي فيه بسرعة ونمشي فيه على احسن حال واحسن طريقة. انجرح وانا اول مرة اتكلم بهالاسلوب، لما اسمع يقولون راحت حق النصر عشان تبي الشهرة، انا لا احتاج الشهرة. كنت وايد هايبة وانا جاية لاني لا اعلم اي سؤال شنو اللي بيتوجه لي، ولكن انت حطيتني في زاوية خليتني أشعر في قمة الراحة، وهذا ندل على شيء دل على رقيك. أنا هذا من أفضل المقابلات اللي وأمتعها صدق أنك أنت، فقلت له لازم تجيبني مرة ثانية عشان عندنا هو يقول يبغي لي 3 أيام أجلس وياك عشان نخلص سؤاله. هذا اليوم نرفعه للهيئة العامة للرياضة التي خصصت ريع هذه المباراة لأسرة الفقيد الإعلامي خالد قاضي ولهذه الجماهير الوفية التي حضرت للفقيد. سلطان العدوان هو شخصية رياضية أردنية معروفة للجميع، معروفة على المستوى المحلي ومعروفة على المستوى الوطني العربي وحتى على المستوى العالمي. أول لاعب حبيته من النصر خلال 38 سنة هذه؟ والله النصر كله أحبهم، أحب ماجد وأحب محيسن وأحب يوسف خميس وكلهم. لحقت على الجيل ما شاء الله قبل ماجد. نعم نعم لحقت على الجيل اللي يأخذ البطولات اللي يقندل الفرق يقندله. نبع الحب يغلى الحب Where is Hanif? Not come? Hanif at home. Why? Why no bring it? You said Ahmed not call, Ahmed nervous. Why nervous Ahmed in the home? مساء الخير مشاهدينا الكرام، في بادرة جميلة جدا ومن نوعها وفريدة أن تجمع الإعلاميين بالنزلاء في سجن الخبر. سبق وتواجد صدى الملاعب في هذا المكان تحديدا وعملنا مبادرة داخلية، اليوم تواجدنا وعملنا مبادرة أخرى بدعم من مكتب بصيرة. هدفها الأساسي العمل على إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم ليعودوا نزلاء صالحين في مجتمعهم. نشكر الاتحاد الأردني اللي برضو بسمح لنا إنه ننظم مباريات نهائية زي هيك داخل السجون كمان غير المباريات اللي بقيمها داخل الساحات. سنوات أعشق اللغة العربية كلغة الشعر كلغة الأغاني لغة الأدب. قد خطها قلم في سالف الحقب أو أين من ظلموا يوما ومن عدلوا. شفتك الملعب الجوهرة صح مظبوط. حلو الهدية حلوة مرة مقاسك. إيه جعلي مقاسي. أنا منو؟ عمر سومة. وشكرا للجميع، شكرا لكم أنتم على حضوركم وعلى اجتهادكم، ما قصرتم، شكرا جزيلا. تمام مشكورين، ما قصرتم، يمكن هاي ثالث مرة تكونوا موجودين معي لما أجي أزورهم، يعطيكم العافية وهذا الشيء مو غريب عليكم. أول شيء أشكر يعني المركز على الدعوة، وطبعا هذا الشيء واجب حقنا إحنا كلاعبين
أتوقع أنه الجميع مبسطة اليوم سواء إحنا أو أخواننا اللي في المركز. الحمد لله الله يوفقهم إن شاء الله وإن شاء الله يفرحون بينا. كنت هلالي وغيرت اتحادي عشان فهد المولد حبيب قلبي. تابعونا في برنامج صدى الملاعب مع مصطفى الآغا.